السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله ليكم ولوليداتكم ولعائلتكم. شحال مره طلبتوني على واحد الطبق اللي فايت فيه ووريته ليكم ولكن ما قنعتوش منه. اليوم جبت لكم طريقه شويه مختلفه على الطريقه السابقه اللي كنت وريتكم، واللي هي لازانيا الايطاليه حقيقيه بولونيز. كيف كيقولوا ليها لازانيا على بولونيز، يعني الله على الريحه كي دايره. ما كرهتكمش تذوقوا معايا ولكن غادي نذوق ونقول لكم كي جات. غنخليكم مع الفيديو على فرت بالصحه والراحه. نسيت ما قلتش لكم ان الطريقه طريقه اسلاميه، يعني تغاير عن الطريقه اللي كيديروها الايطاليين الحقيقيين. اول حاجه البصله كنحتاجوش منها بزاف على قبل الكميه. انا كنصح 750 غرام ديال الكفته ديروا فيها بصح الا قد هذه تشو ديروا كديروا نص كيلو ديال البصله محشوماش ويشوفوكم الطاليان الله يدحشوها بالله. نص كيلو ديال البصله كرافس، الرجلين ديال الكرافس كاش كتقولوا لي العواد ديال الكرافس. المهم هنا بالطاليانيه كيقولوا لي غامبو دي سي غامبو دي سي دي غامبو دي سي، يعني هما الرجلين ديال الكرافس. سمحوا لينا العواد، العواد ديال الكرافس. انا ما غاديش نقطعهم طرايفات بحال البصله. بزاف كيقول لك لا احنا كنشوفوا الطاليان كيديروا لاصوص بولونيز، خيزوا الكرافس يكونوا مقطعين مزيان بحالهم بحال البصله وكيشربلوهم. هذه طريقه خاطئه، لان احنا مسلمين غادي نستعملوا اللحم ديال البقر. اللحم ديال البقر كاع ممجد بحال اللحم ديال الحلوف. يعني علاش كيديروا خيزو والكرافس كيخليوهم مربعات باش كيحلوا باش كيحيدوا ديك القوه هذاك المذاق ديال اللحم ديال الخنزير. حاشاكم، يعني احنا اش كنستعملوا هما كيديروا الخنزير باللحم الماتشيناتو كيقولوا ميسو، يعني اللحم ديال الكفته مخلط. احنا ما غاديش نخلطوه بالحلوف البن، غادي نخلطوه غير بالطريفات ديال اللحم اللي يكونوا في واحد المكان كيكونوا من الضلوع، من احسن من الضلوع. ولا ممكن لكم ديروا حتى ديال الغبا. عليكم السلام. بصله شتوها بصله وحده خيزو تويشيات. يلا تبعوني على الفرز. فاطمه باقك تنعش في الدرب؟ اترو لا روب ديال ماتيشا، هذا اللي كنصاوب في الدار، هاد القراعي الشوم يلا حليتو بدل العفريت. علاش حليتيهم تنوريهم ليهم؟ كنصاوبها في الدار، كنشري هاد القراعي وكنعمرهم، كيبقاو عندي حتى العامين. طريقة راه كاينة، الطريقة راكم عارفينها، بلا ما الدار تعرف. جيت العود كتروش منه بزاف غير شوية، الرجلين ديال العواد وخيزوهم من الغليل كله وطريقته. أنا هذه طريقتي أنا، ماشي طريقة شي واحد، طريقتي. كيديروا الحلوف، حنا غنديروا هاد العضينات هادو فيهم اللحم وفيهم الشوم. ديال البلاصه ديال الطلوع يكونوا ديال العجين تما باش يطيبوا، من بعد كلوهم كطبق ثاني ولا كطبق اولي، المهم ما يكونوش ديال البقرة وصافي. غيبداو يسرقوا لينا بواحد لابريس. ويلي اختي انا كندير الكفته هي الاولى. ويلي 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 حيدي حيدي ما تعرفش ويلي 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 الشيء من اللي دار خايز هو الاول ما عطاوش. عطوني انا وريوني انا واش ندير ليها. تعير الدعوه في ذاك تعير شدت شويه يعني البوطه تكون مهيله. انا اختي كنرب كل شيء، كندير ماطيشه وكندير الكفته وكندير البصله وكنسد في الكوكور وما نقولش لك اختي، ولكن في الاخر كناكلها انا والراجل حيت هو اللي مخلص الكفته. الدراري والله يا اختي ما يبغوا ياكلوا ليا ما عرفتش علاش. كثير صحوطه حارقه كلشي وباغيهم ياكلو. حيد ليا البشتيشات، شوف هاد اللحمات ماشي طابو كناكلهم خضرين بحال كنا
انا ماشي مجدود. ويلي اختي هاد الشي كله باش نطيبو صوص بولونيز. ويلي واخا معرفتش باغي يكون يدير لينا البصلة اللي قطعنا. الكبسة اللي جبنا من عند السي محمد. عارفكم نتوما كوسالة ما كيكونش عندكم مراقي ديال الخضار كندير فيه ديال اللحم وداك الشيء، فهمت؟ أنا ديما ما كيخطعنيش أنا كويس باش ما يكونش الزيت وقليان الزيت والشحمة وداك الشيء، وغادي يجينا داك الشيء غير صحي لوليداتي. غادي ندير مليحه، انا كنستعمل غير ايديا، غنديروا غير شويه للكفته باش ما تجيناش الكفته باسله. ملي غنديروا مطيشه غنزيدوا شويه، واحد جوج دقائق بحال هكايا. عيغلى بحال هكايا. كاين اللي كيدير القرنفل، كاين اللي كيدير الاعشاب، كاين اللي كيدير شحال من حاجه. انا لا درت كندير غير القرنفل، واليوم ما غنديروش. ماشي ما عنديش، عندي ولكن ما غنديروش لانني بغيتو طبيعي. نمشي نرجعو هادشي كامل، فوالا نرجعو كله بحال هكايا. دابا نتمنى الله تكونوا فهمتوا الطريقه علاش وعلاش حيت اللحم وعلاش رجعته. هضر الله روب ديال المطيشه. شو مطيشه كيديره ديال الدار، شوفوا شوف شو اللون كيدير، احمر الله كتصاحبوها بحال بحال مدير فيها الكولور، ولكن طبيعيه بدون اي ماده احتفاظ. وهادشي غندير فيه من ما نشللهم ونجي. ما تخلطوش مطيشه، عمركم ما تخلطوها بزاف بحال هكايا، عمركم ما ديروا ليها بحال هكايا، لانها كتصفار ولا صفارت غتبدل لكم المذاق. غير بشويه خلطوا وجلطوا بحال هكايا، داك الشيء خصو يغبر لداخل بحال هكا. كيف وعدتكم دابا غنديروا مليحه على حساب مطيشه اللي درنا، وحيت هاد الحيمات تمام ما فيهمش الملح. عنيري اختي كثر الملح، والتيره درنا قبيله شويه على حساب الكفته. بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش ديريها ما كاين اللي رابط لك عنقك مقنب، ما ديريهاش تي كاع. ولا باس بحق دير السبيطه قريصه ديال البزار، قريصه ديال البزار شويه ما تكثروش على البنوسه. عرفتيني غنجي جيتي ولا شنو؟ انتي اش كتتنعسي في السبع؟ خلي يجي مالو ولا يخلعك ولا شنو؟ ولا يخلعك؟ كرك كنتي شاده التليفون تخريف تاعها هذا. تعالي تعالي زيد زيد غسل المويه. الله يرضيك يا زوجتي العزيزه. حركنا ما يبقى لينا نقص البوطه ونسدوا عليها. هاد الكميه ديال المطيشه وديال الكفته خاصهم على الاقل على الاقل ساعه ونص ديال الطياب. ما يحيدش لكم الطبيب، بغيتوا ديروا نص ساعه ديروا نص ساعه، بغيتوا ديروا ربع ساعه ديروا ربع ساعه. غتمشي ليكم البوطه، ما غاديش البوطه اختي نقصي عليها كامله ما بحق وهي بشويه بشويه بحال زايده عليها 20 دقيقه بس للحد ديالها. هذا هو السر ديال لاصوص اللي بغيتو مطيشه طيب لكم وتبقى في المذاق ديالها زوين بلا ما نكثروا في الهضره. جاك الوقت بزاف ما ديريهاش. انا نقول لك اللي كاين غنخليها جوج سوايع، انا غادي نخليها جوج سوايع لان الطاليان اللي هما كيديروا حيت فيها اللحم الخنزير كيف قلت لكم كيخليوا حتى لاربع سوايع الراكو كيبقى يطيب، ولكن البوطه كتكون بحال طافيه. مره خلطوا بحق شوفوا واش داك الشيء غادي هو هذاك. بعد ما داز جوج سوايع تقريبا لاصوص ديالنا موجود حاضر ناضر. بانس ولا لقاط ولا تويشيه بحال هادي وتحط الحيمات في الطابسيل عطيهم لوليدات ياكلوهم ولا كلوهم نتوما. خيزو الكرافس تما غنحيدوه خليوه تبرد هنايا
لا غنحطه هنا. جيبوا طنجره ولا برميطه بحال ديال الحليب، خليوه يدفى واحد شويه، غير يدفى الحليب بارك عليه، ما تخليوش حتى يفيض. بسم الله، حيدوه من هنا في نفس الطاوه بلا ما تغسلوها بلا والو. غنديروا ليها 100 غرام ديال الزبده، خلطوا وجلطوا باش ما يتحرقش ليكم هادشي. بوطة تكون مهيلة، يعني فايتة واقية، لا تسحب راسي هاد فايتة. ودوبيها ودوبيها العدوة، أو دقوا فيها راكم كلكم تبارك الله كتعرفوا ولا هادشي بلا ما تحتاجوا تشوفوا اللقطة هادي ديالي ديال البيشاميل. لكن كله الطريقة ديالو، كله اليد ديالو. بزاف دابا غيقول لك علاش ما غسلتيش هذيك الطنجره من الحليب. الحليب فيه الدسوم، وهذوك الدسوم غيعاونوا، شوفوا الزبده كي ولات مع الحليب غادي يعاونوا البيشاميل تجينا كريم، غتجينا مكرمه، غتجي ملكلكه. هذا غربال كتعرفوا، هنا عندي 100 غرام ديال الفارينه الدقيق مغربل، غتبداو تغربلوا غير بشويه، وحركوا غربلوا وحركوا، ما خصهاش تحجر ليكم كيف كنقولوا بالدارجه. 100 غرام والدي، زيدوا الحليب كامل، خلطوا وجلطوا. دابا غادي نستعمل هذه، انا ما عزيزاش عليا تكون قاصحه بزاف، خاصها تكون شويه خاتره ولكن ما تكونش جاريه. كيف شفتوا كتبان لكم انتم تبارك الله دانسه كيف كيقولوا لها في الطاليان، محدويه غادا تبرد، محدويه غادا تزيد تقصح. الورقه ديال لازانيا انا صايبتها لكم، ما غاديش ندير لكم في هذا الفيديو لان ما عنديش الوقت، خاصني نمشي نعس حيت خدا خدام. غادي نخليها تبرد في الثلاجه مزيان حتى الغدا، وغادي نحطها لكم في فيديو بوحدو. نتوما ممكن لكم تستعملوا حتى هذوك اللي ما كيكونوش طريين، يعني كيكونوا قاصحين واحد شويه، كترطبهم في الماء. هادو غادي نرطبهم واحد شويه في الماء، غير شويه، لانهم هادو كاع ما دوك القاصحين كيكونوا هادو، هادو دوك طريين كلكم كتعرفوهم تقريبا. فرماج بارميجانو ريجانو حلال طيب. غادي نحتاجوا المدره وبالا، هادي غنحتاجوها هنا، وهاد البيشاميل ديالنا كيف شفتوها هي قساحت واحد شويه، ولكن ما تخليوهاش قاصحه بزاف، خاصها تجي بحال هكا. هنا كيف كيبان لكم درت شويه الماء يغلى في مقله، درت معاه مليحه غير يغلى، وغنطفي عليه، ما غاديش نحتاجو يبقى يغلى. هادي موجود، غادي نتوكلوا على الله، غادي نخشي بالجوج ولا بثلاثة ولا بالربعة ولا ب 12 على حساب ليسباس اللي عندكم. تولي بحال هكا اختي شحال كي، وبعدا كي كيجيني ثقيل بزاف انا بخدمته، كيبقى يكثر في داكشي. هنا علاش غنهز بهاد بهاد المغرف بحال هكا الصفاية باش يتحيد منه واحد شوية ديال السائل، واحد شوية محبوس، كب واحد شوية ديال بيشاميل هنايا. أمي جاي ما كاينش محسن من البال بحق، او نقفقفو باش ليكم شي زيف حياتي ولا شي حاجه، وغديروا فيه هكا. بسم الله، حطوه فيه غير يحيد منه واحد شويه ديال الماء هكذا. نتوما غتكملوا نفس الوقت، حطوا ثلاثه اخرين ولا جوج ولا اربعه ولا سته، يرطابوا بحال هكا هكذا. بسم الله بسم الله. هنا نوصيكم ديما دير واحد التنيات باش يدخل ليها الهواء لداخل، بحال تكمشوها ما تخليوهاش ديما مسرحه هاك، ها خلوها بحال العوجه هاك، فهمتوا؟ لا شوش كل اللي كيخلط لاصوص مع البيشاميل داكشي انا ما كنديروش، لانها طريقه غير صحيحه بحيث لا ولا جا داكشي كثر من داكشي، نوليو دراري صغار مزيان تبارك الله.
ولا شاطلي لاصوص، انا جا ناكل لاصوص بالبيشاميل، اوهو ناكل غير لاصوص صوص بولونيز، نطيب بها شويه لي بات ولا ندير بها، ندير بها مسمن ولا ندير بها اي حاجه. البارميجان فرماج، نتوما ديروا اي فرماج عندكم موجود ديال البقر ولا ديال النعاج بحال هذا المشكل، ديروا ليها بهاك هاكا انتو، خلوها ديما ما تكبوش عليها لتحت باش تبقى قلت لكم يبقى فيها البرد حنين. درا بحال اللي اختي شحال كيكثر الفرماج بدا كيجي لك قفل هنا بلي كيدير الفرماج كيدير ريف هاك يطيح نص في شميل مين هاكايو. يا سلام ما شاء الله، غادي نديوها الفران 180 درجة على تقريبا واحد نص ساعة ولا 40 دقيقة على حساب الفران ديالكم، إلا بقات من الفوق ما محمراش ممكن لكم تزيدوا الفران حتى 200 ولا 220 درجة على 5 دقائق حتى النهاية ديال الطياب ديالها. نتمنى من الله نكون شرحت. ما شاء الله ما شاء الله. ما يبقى لينا غير نجيبو الطرسيل ونسمعكم التقرميشة ديال هاد البالة ولا الحتاية ولا كيف كتسميوها سميوها. ما شاء الله ما شاء الله، ديال لازانيا ولا حيدة؟ كيفاش ديري لازانيا بحالك اختي بلا ما تضيعي راجلك في الكفتة وفي داكشي وفي القوام وفي بالصحة والراحة. ممكن لكم ديروا طاجيرات اكثر مني، انايا انا درت غير مع 90 كيام، نتوما ديروا 6 ايام ولا 7 ايام ولا 8 ايام ولا 9 ايام. كي جيتكم على فرت بالصحه والراحه. الكبير يبقى شخونه يا بسم الله بالصحه والراحه. نتمنى من الله يكون عجبك، تقول لي في التعاليق شنو بغيتوا نحضر لكم ان شاء الله اسبوع المقبل. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع حبايبكم مع خوتكم ومع خواتاتكم مع صحابكم ومع صحاباتكم ومع كل شيء. انتم في رعايه الله والى اللقاء، السلام عليكم.